وده الحقيقة اللي هم عملوه فعلا استثمار في عيالهم. فلما جيت اقول لهم انا هسيب الهندسة وعايز امثل، طبعا انا مقدر قد ايه هي صعبة، بس التشويق ده هو الإثارة دي ايه، وبعدين زعقوا خناقة. والدتي كانت متضايقة جدا في الاول، وكانت يعني هي كانت عايشة برضو، كان لسه عايشين برا، فكانت دايما بتتصل بيا متضايقة وخايفة قلقانة. خصمتك ولا ما خصمتنيش عليك؟ بس هي كانت يعني انا كنت بروح انترفيوز في او في شركات مالتي ناشونال او كبيرة، وبوصل للاخر خلاص وهمضي واقول لهم لا انا اسف، فهي كانت بتبقى عارفة ان انا رايح لانها بتبقى داعيه لي وانا قايلها هدعي لي. فلما اروح الاقي ان الدعوه بتوديني في سكه تانية خالص، فقلت لها الدعوه بتاعتك موداني في حته تانية، مش في الشغل ده، في حته ان انا بحب فعلا المهنه بتاعت التمثيل وانا عايز ابقى ممثل. فوالدي قال لي التعهدات هترجع تاني، تعالى بقى تعالى لي بقى وهات له ورقه وقلم. قعد معايا وقال لي انت لازم تقول لي انت هتعمل ده امتى. يعني قلت له انا اكيد مش هسيب نفسي، فاتفقنا على وقت معين وقلت له انا بقى لغايه الوقت ده لو انا يعني ما بصرفش على نفسي من تمثيل او انا ما حققتش نجاح معين، فانا هاجي لوحدك اقول لك يعني ايه تمثيل، ما فيش حاجه ما اعرفش يعني ايه تمثيل. والحمد لله جدا السنه اللي انا قعدتها دي، اولا كنت شغال في الجامعه، اشتغلت تقريبا مساعد او معيد في الجامعه، الامريكيه، لا معيد في الهندسه في الجامعه لمده ترم بعد ما اتخرجت، عشان ابقى في الجامعه ضروري. ابقى عشان مسرح. ايوه طبعا. وفي نفس الوقت كنت مستني الجيش بتاعي، فالجيش انا جالي اعفاء، تاجيل في اعفاء، وبقيت السنه انا قاعد بشتغل، بروح شركه، والدي كان عنده شركه هنا في القاهره فكنت بروح اشتغل فيها، فكنتش قاعد فاضي يعني، كنت قاعد بشتغل وبنمي نفسي وبشتغل على اللغات وبشتغل على المعرفة الثقافية، عشان في الآخر الأول الفنان ده عبارة عن مجموعة حاجات في بعض منها مضمون. فكنت قاعد بشتغل على المضمون عشان لما يجي لي فرصة أبقى جاهز. والحمد لله جات لي الفرصة عن طريق اتنين فعلا من الناس اللي شجعوني جدا في بدايتي، أستاذ خيري بشارة وأستاذ شريف عرفة، والاتنين معروفين أصلا أن هما دايما بيطلعوا ناس، بيحاولوا دايما بيكتشفوا ناس، ومعظم الناس اللي اكتشفتهم او ما كانش اغلبيتهم هم ناس موجوده دلوقتي ومهمين جدا في الساحه الفنيه، فانا بدين لهم برضو كتير جدا للناس اللي امنت بيا. يعني اثر يعني هو نوز ان انت ممكن جدا انه الجامعه الامريكيه دي ممكن هي اللي تبقى السبب في ان انت تبقى عالمي مثلا زي عمر الشريف. ممكن والله ممكن جدا، وممكن تاخد كنزي وممكن تبقى السبب ان هو نطلع بفيلم مصري يبقى العالميه، وده اللي بقى يحصل دلوقتي. تطلع بفيلم مصري بالزبط. لكن ما تروحش تمثل يعني، لو جالي فرصه اكيد مش هقول لا، بس حسب الفرصه عامله ازاي. بس دلوقتي بالعولمه بالانترنت بكل حاجه انا مفتوح على بعض، ان مش من مستحيل خالص ان فيلم مصري دلوقتي يروح انترناشونال، انت في مهرجان القاهره الدولي، مهرجان القاهره الدولي بس من داخل من ظهر الراجل ان شاء الله، مش اسمه كده الفيلم، من ظهر الراجل عامل شغل فيه حلو. كلنا ما اقدرش اقول لوحدي يعني، الله. كريم السبكي هو المخرج، شيكو مدير التصوير هايل، استاذ محمود حميده اول مره امثل معاه، ومن الناس اللي بقى يعني انا اعرف استاذ محمود من زمان، وانا فاكر ان هو كلمني مين بعد استاذ محمود حميده، محمود حميده كلمني بعد فيلم رسائل البحر، قال لي الو ايوه معايا، قال لي انا محمود حميده اهلا وسهلا يعني، قال لي عايز اطمن عليك، تفكر ازاي، دماغك عامله ايه، هتروح فين. فقعدنا نتكلم مع بعض، لقيت ان هو اتبسط بيا جدا في فيلم زي رسائل البحر، وعايز يطمن على الموهبه دي هتروح فين، مش عايزها تبوظ، عايز يعرف اللي جاي ده ايه. فاحترمت ده فيه جدا، وده بيعلمني حاجه. هو لما كمان جميل استاذ محمود حميد جدا، قصه كفاح رهيبه يعني جدا، وبعدين لما تتفرج عليه وهو بيشتغل حقيقي برضو تشرفنا استاذ محمود حميد، ولما اتفرج عليه وهو بيشتغل كمان، لان ده تكنيك وازاي في عشق اللي هو بيمثله، في اخلاص لشغلته، حاجة بتخلي الواحد يعني كل الصعوبات اللي احنا بنشوفها او اي حاجة بتتضايق منها في تصوير او حاجة بتقول ايه بلاش دلع. في ناس لغاية دلوقتي وربنا يديله طول العمر والصحة، وهو ما شاء الله من الناس اللي ملتزمة جدا ومخلص جدا، وانا اتعلمت فعلا منه كتير. ونخبة تانية يعني صبري، استاذ صبري فواز، وليد فواز، شريف رمزي، ياسمين رئيس،
محمد لطفي معانا ناس الحقيقه وكتابه وسيناريو وحوار محمد امين راضي. فالحمد لله العمل كله الناس لما جت اتفرجت، لما في لجنه بتيجي تتفرج على الافلام اختاروا الفيلم على طول، وده حاجه بالنسبه لي شرف هائل.